بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. قد يتصور البعض أنها مجرد كلمات تطلق في حالات الانفعال كنتيجة لتصرفات قد تكون غير مؤدبة أحيانا، لكنها في الواقع هي ليست مجرد كلمات، بل هي مشارط لا يمكن للزمن محو آثارها وآثارها النفسية تحديدا، فهي قد تكون المدخل لألم الصدر أو اضطراب معدة وقلة نوم، فضلا عن قلق، اكتئاب، عزلة اجتماعية، وميل لعادات سلبية كالتدخين، وأحيانا تتجه إلى والعياذ بالله المخدرات. إذن هي كلمات ليست كالكلمات، هي كلمات سلبية تطلق أحيانا على الأفراد مقابلين لنا. اليوم ونحن على الهواء مباشرة ضمن سلسلة البرامج التربوية والنفسية التي تأتيكم مباشرة من قناتكم المعارف، ونحن من جوار مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لذا بداية هذه الحلقة التي محورها الكلمات السلبية وأثارها أو أثارها النفسي، لابد لي أن أوجه لكم تحية بعد ذلك لضيفي الكريم الدكتور علي الزرفي. فأهلا وسهلا ومرحبا دكتور. حياك الله يا حبيبي، وحيا المشاهد الكريم، ورمضان كريم وصيام مقبول يا رب للجميع إن شاء الله. الله يبارك بكم دكتور. طالما أنتم اختصاص علاج نفسية، فدعني أقول قد يعتبر البعض الكلام السيء أو السلبي على الإنسان هو صدمة الطفولة، ماذا تقولون أنتم؟ ممتاز، شكرا لك على اختيار الموضوع. واقعا الله يبارك بكم. علاقاتنا اللي تربطنا بالآخرين كلها كلمات، أساس حروبنا الحرب، تقوم حرب عالمية أثر كلمات، هذه كلمات تبيض البعض، تؤثر بالبعض، ويؤدي هذه الكلمة إلى توتر، وبالتالي تضعف الأمور وتوصل إلى حرب. نعم. بين دولة أو بين دول. واقعا بسؤالك، عندي سؤالك عفوا. البعض يعني يعتبر الكلام السلبي على الإنسان صدمة الطفولة. ممتاز، واقعا ممتاز، سؤال جدا مهم. و أساساً الإنسان شوكت تنبني شخصيته بالطفولة. الطفولة الطفولة تكون من شخصية الطفولة، شخصية الطفل من عمره يوم إلى عمره 6 سنوات تتكون من شخصيته بمقدار 85% إلى 85%. من شخصيته؟ من شخصيته تتكون من 1 إلى 6 سنوات، من 1 يوم إلى 6 سنوات، إلى 6 سنوات تتكون من 80 إلى 85%. هذه وفق المقاييس العلمية. راح أكمل لك البعض. من 6 سنوات إلى 18 سنة ينضاف لها 10. من عمر 18 سنة فما فوق يكمل شخصيته بمقدار 5 المتبقي. الله، يعني إذا الأساس. وهذا ليش أقول لك سؤالك ذكي ومهم جدا. فعليه هاي 85% إذا تكونت شخصية الطفل على أساس الكلمات اللي مشحونة سلباً، كلمات السلبية، كلمات التوبيخ، كلمات التحقير، كلمات الإهانة، كلمات الإذلال، إيش راح تسوي؟ راح تكون من هذا الإنسان شخصية سلبية بالمرة. وعليه لما نريد نركز ويعني لاحظ التدون يعني على ما يبدو سؤال ثاني من واقعاً أستاذ، أنه لما تكون لهذه الشخصية بهذا المستوى 85% من شخصية الإنسان تتكون بال6 سنوات الأولى، وطريقة التكوين كونت بطريقة سلبية، تعال شلون تتعاطى وياه فيما بعد. فعليه المشاهد الكريم، الأم الكريمة، البنت الكريمة تحسب حساب لهذه المرحلة، مرحلة يعني قد يتصور البعض هي هذه مرحلة ما لها فد شيء في الحسبان. يعني شلون ما لها بالحسبان؟ يعني خل أما قالوا علماء النفس، قالوا علماء الاجتماع، قالوا علماء يعني علماء التربية، قالوا إنه أهمية المرحلة، هذه المرحلة الأولى من 6 سنوات الأولى، 7 سنوات من يوم إلى 5 إلى 6 سنوات. زين، وبعد إنه في علماء التربية
يعني اللي اجتهدوا بهذا الجانب وقدموا أطروحات وقدموا بحوث. وواحد من المربين عنده بحث رائع جدا، كان مربي هو، كانت الناس النساء تجيب أولادها تقول لها ربي لي هذا، أدب لي هذا، وكان متعارف أنا ذاك بهذه الطريقة. فجابت له الطفل بعمر 5 سنوات، قال لها للأسف خسرتي تربيته. قالت له 5 سنوات، قالها يفترض أنه جيبي ليها قبل 5 سنوات، لأنه أنا أشتغل عليها، بلش بالسادسة، أنا 5 سنوات وبلش بالسادسة، تكونت شخصيتها بمقدار متقدم، نسبة كبيرة من هذا الدكتور. يعني أنت الآن تنطي فدرسة مو بس للمربين، يعني حتى للمدرسين، يعني المعلمين تحديدا، يعني لأنه أنت لقيت 18 سنة بعدين من 5 أو 6 18 سنة، من 6 إلى 18 سنة 10%. 10%. يعني هو لازم من ينتبه له أنه خلي يشوف الأهل، الأب، المدرس، الكذا، يشوف. بالضبط. ولهذا ندرك أهمية التربية وندرك أهمية التربية، وقبل لينولد الطفل أنه أنا أكون عندي استعداد نفسي أنه شلون أتعامل مع هذا الطفل، لأنه كلمات السلبية، وخلي يكون بعد يعني ممكن المشاهد يعني ألفت نظرة إلى مسألة مهمة، الكلمات يسمعها قبل أن ينولد على الأرض. يعني هذا هو جنين ممكن أن يتأثر بهذه يسمع الكلمة. الكلمات يسمع الكلمات وهو بطن أمه. وهذا الطفل اللي أحيانا كنا عندنا أطفال زين، ونشوف الطفل يوصل بحال مثلا لحظة من اللحظات نشوفه يبكي أو ينغاث أو كذا، أو نشوفه وهو نايم أنه تحس أنه يبكي. كانت أمهاتنا شي تقول لنا إجا الشيطان قال له أمك ماتت، وإجا الشيطان قال له أبوه مدري شنو أبوك، ومن هالقبيل. هذا هاي يعني وما زالت خرافة، ما زالت بالواقع. لا بالواقع هذا الكبت النفسي اللي عند الطفل، سمع كلمات، سمع تنمر، سمع يعني شجار بين الأم والأب، هو ما قادر على يعني تصرف، يتحول إلى طاقة سلبية، يتحول خزين، يتحول إلى طاقة سلبية خزين في نفسه. ومن ثم سمع هذه كلمة الألفاظ التنمر، تنمرنا عليه، قلنا له أسمعنا كثير من الألفاظ، وهسه راح نجيهن بالتسلسل هذه الكلمات قبل الألفاظ. نعم. دكتور، يعني أنا خلت فد أمر طبعا السيد المخرج يقول الأرقام ظاهرة، تمام. إذن سادتي المشاهدين الكرام، الأرقام ظهرت أمامكم، ممكن أن تتصلوا بنا عن طريق الاتصال اللي أمامكم الرقم، أو عن طريق الرسائل الواتس أب، وطرح أسئلتكم على الدكتور علي الزرفي، اختصاص علاج نفسية، واليوم كما تعرفون الكلمات السلبية وأثرها النفسي. دكتور، الكلمات المشحونة، أثناء الحديث قلت الكلمات المشحونة، يعني هذا فد رسالة على أنه مو مجرد أنه مثلا الأب ينطفد كلمات سلمية لابنه مباشرة، نعم، قد تكون الكلمات المشحونة في داخل الأسرة، يعني الأب يتعارك مع الأم والطفل موجود طبعاً يسمع، فهذه أيضا تأثر فيها واقعا. هذا الجدار الآن، جدار الغرفة، جدار البيت، بإمكانه أن ينشحن طاقة سلبية من خلال الكلمات، بإمكانه أن ينشحن طاقة إيجابية من خلال الكلمات الإيجابية أو السلبية، يعني حسب كل واحدة. ولهذا علماء الطاقة يقولون إذا تروح إلى مكان مقدس، إذا مكان تعبدي، إلى مكان مشحون بالكلمات الإيجابية، مشحون بالرسائل الإيجابية، تشعر بالارتياح. ليش؟ لأن طاقة المكان، هذا المكان محاط بطاقة إيجابية. طيب. وهذا الكيميائية التأثير، كيميائية التأثير هذه الكلمات. واقعا أنه هذه الكلمة، أنا لما أوصل لك هذا الصوت اللي هو يفتح ملف في داخل الذهن، هذا ممكن أن يهيئني أتحرك وتتفاعل عندي خلية كيمياء، يصير عندي تفاعل كيميائي بداخل وحدة من الخلايا بالدماغ، تشعرني بالارتياح أو تشعرني بالغضب. فلا بد أن نراعي يعني هذه الكلمات اللي نقولها وتأثيرها، ومو بالضرورة أن تكون الكلمات مباشرة إلي. أنا الآن بالأستوديو وأسمع المخرج أنه ينبهك بطريقة، بنبرة صوت، قد أنه تنطيني انطباع على أنه يعاملك بخشونة على أقل تقدير، معاملته بخشونة إلك.
تأثر علي أنا فضلا عنك. طيب تأثر علي أنا الآن. هو أنطاني نبرة الصوت بس مو خشونة. لا لا لطيف رائع مخرجنا على حال إن شاء الله. اتصال من الأخت أم أيمة من بصرة. أم أيمة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أختي تفضلوا. العفو حبيت أستفسر من الدكتور. أنا عندي طفل. نعم. وطفلي عمره تقريبا 5 سنوات ونص. نعم ربي يحفظه. أشكرك. بس يعني عنده حالة يعني تصير عنده حالة هستيرية مو طبيعية. يعني شيء إذا ما ياخذه تحسه يتهسر لأبعد درجة. يعني يوصل لدرجة بأنه شنو عنده يكسره وشنو يعني مرات حتى يظل يقول قلبي يوجعني. فيعني يظل يعاقب يظل يعني شلون يصير عطلا على راح أقول شلون يصير عضالك مسعور. يعني ما عرفت شلون أتعامل وياه. تمام خلينا أولا مساء الخير عليك يا أختنا أم أيمن حياك الله. أسألك سؤال، هذه الحالة إيش قد صار لها عنده؟ سمعتني تسمعيني؟ سؤال أم أيمن الصوت ما واضح. إيش قد صار لها هاي الحالة؟ هي سؤالك الدكتور يقول إيش قد صار لها هاي الحالة عنده؟ صارت عند هاي الحالة تقريبا من كان عمره 3 سنوات. 3 سنوات. وكنت تطيل أشياء اللي يريدها ولا كنت تحرميه؟ أنطي أو ما أنطي؟ أتنطي؟ هاي الفترة يعني هاي الفترة يعني إذا ما أنطي هي يتهسر بدرجة مطلقة. تمام كلش واضح. تقدرين تسمعيني؟ واضح واضح. شكرا يا أم أيمن الله يبارك فيك وينطيك العافية وينطي لابنك أيضا العافية. دكتور الله يحفظها أختنا أم أيمن، واحدة من الحلقات بهذا البرنامج ذكرنا مرحلة العناد اللي يمر بها الطفل، مرحلة العناد الطبيعي. نعم. وهذه نموذج، هذا مصداق لما تكلمنا عنه بالحلقات السابقة عن قضية العناد. أختنا أم أيمن واقعا أنه الطفل من عمر 2 إلى عمر 5 سنوات تبدي عنده مرحلة العناد الطبيعي، طبيعي أن يعاند، طبيعي أنه إذا أراد أشياء تبطيه إياه. إذا ما أشبعت مرحلة العناد الطبيعي راح يمتد مرحلة العناد قد سنين متقدمة في عمره، أنه يوصل يعني يوصل مرحلة البلوغ وهو يعاند، وهنا عناده يكون صعب التعامل وياه. فهنا أم أيمن حددت لنا قالت عمره 5 سنوات ونص وحالة العناد ما كانت مشبعة لا هو هي. وليس سألتها أنا قلت لها أنه كانت تنطي، قالت مرة أنطي ومرة ما أنطي، فبالتالي هي ما أشبعت عند حالة العناد فامتد هذا العناد الى سنين. شنو ما اشبعت ها ما اشبعت لانه هو الطفل بمرحله السنتين. نعم. من يوم الى سنتين يشعر بتبعيته للام. طيب للاب. طيب زين من مرحله سنتين الى 5 سنوات يبدي ينسى، يريد يكون شخصيه مستقله عن الام والاب. خلص. الاوامر المباشره وغير المباشره يعاندها ويريد يمشي رايه. قليل عندنا من الأمهات يدركن بأنه تشعر بأنه أنت من هسه تعاند ومن هسه ما تريد تحترم رأيه ومن هسه ما تريد تحترم باكر شو تسوي. فعليه تظل هي تعاند وياه، تخلي راسها براسها، ما تشبع لهذا العناد، ما تتعامل وياه بلطافة. فعبر مرحلة العناد الطبيعي ما أشبعت هذه المرحلة، ما أخذ كفاية. هل لها فترة طبعا دكتور؟ طبعا من 2 إلى 5 سنوات. من 2 إلى 5 سنوات. فإذا ما أشبعت بهذه المرحلة وما حصل على الاهتمام الكافي والرعاية الكاملة وإشباع لهذا العناد وإشباع لحاجاته ومساعدته في تكوين شخصيته، أرجع أقول لك أنه شخصيته تتكون شقد من 1 إلى 6 سنوات. زين فبال5 سنوات يتحول بالمرحلة السادسة أو السنة السادسة أنه بتكوين شخصية بمقدار 85%. مثل حالة ابن أم أيمن. العناد دكتور أنا راح أسألك عن العناد بس خلي أخذ اتصال من الأخ أبو بهاء المتصل الدائم. أبو بهاء السلام عليكم. السلام عليكم. رمضان كريم عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت بألف خير يا أبو بهاء، شهر رمضان كريم عليك. سلام دكتور. سؤالي أنه إحنا شلون إحنا أنفسنا من أثر الكلمة السيئة؟ ممتاز
اولا شكرا لك يا ابو بهاء، واقعا انه اذا تمر حلقه وما اسمع صوتك انا افتقدك، خلي هاي ببالك. ان شاء الله. شكرا حبيبي. الله يبارك فيك يا ابو بهاء. شكرا. الله يحفظك يا حبيبي. نعود دكتور بالنسبه للعناد، تقول ما اشبع هذه المفردات، انا شلون اشبعها؟ يعني انطي على ميه بهذه الفتره؟ انا على اقل تقدير هو عند الطفل طلبات منطقيه وطلبات غير منطقيه، فيكون عندي لين بتنفيذ الطلبات اللي منطقيه، ويكون عندي أكثر لين بإيصال فكرة بأنه هذا الطلب مو منطقي ولا بد من تعويضه ولا بد من تهذيب الطلب. أنا علمت الطفل على أنه يطلب بطريقة مهذبة، وعلمته أنه إذا ما حققت له هذا الطلب مو معنى أنه أنا ما أريد أشبع لك حاجتك اللي أنت تريد إشباعها، وإنما أرى مصلحة، أنا أحبك بمحبة بود باحترام، أرى من الضروري أنك أنت هذا ما أنفذ الكيام مو حرمان وإنما زيادة محبة لأن هذا يضرك. الطفل يريد مثلا يريد أكو أكلات، يريد أكو سلوكيات يمارسها، يريد أشياء، وهذا تتنافى ويا الأدبيات العامة، تتنافى مع مصلحة الطفل، فهنا صحة الطفل، صحة يعني الطفل. فبالتالي شنو؟ فبالتالي لما يتقبل بأسلوب مؤدب، بأسلوب مهذب، بأسلوب لين، راح تكون القضية سهلة بالنسبة له، وتشبع عند هذه الحالة، ويشعر بأنه هو محط احترام يم أمه، ومحط وحاجاته محط احترام يم أهله. التأجيل دكتور في هذه المسألة إذا ممكن؟ شعر الطفل أنه هذا التأجيل تسويف، تسويف خلص، وهي قالت مسعور زين، فانه يشعر بانه هذا عمليه ضحك انه تمشي عليه. نرجع لحبيبنا ابو بهاء. ابو بهاء قال انه شلون نحمي نفسنا من هذه الكلمات السلبيه. واقعا انه انا ابرمج نفسي برمجه انه على اقل تقدير انه وحده من خيارين، انه هذول هذا المجتمع اللي انا بي مجتمع بعضه متنمر، بعضه انه السلبيه تمشي بدمه، بعض أنه لا، هو هذا اعتاد وتبرمج على أنه الكلمات السلبية والنظرة السلبية للحياة زين. هذه بعد أنه البيئة المحيطة، البيئة المحيطة اللي تسمعني كلمات سلبية، واحدة من الثانية، أما أبرمج نفسي على أصنع جدار صد بيني وبين التأثر بهذه الكلمات، أو أحاول أصنع أو أحاول أبتعد عن الكلمات، أبتعد عن الأشخاص اللي يتكلمون بسلبية أو اللي مثل ما قلنا السلبية طبع عندهم. هذا السؤال مع الأخ أبو بهاء يجعلني أفتح سؤال دكتور، خصوصا في هذه الفترة يعني كثير من عوائلنا تحافظ خصوصا الآن بقدر الإمكان أنه تحافظ على ابنها، أنه ما تخليه يسمع كلمات سلبية، ما تخليه يعني وفق تربية لطيفة، وفق تربية أسس علمية دينية إلى آخر. لكن المصيبة إذا طلع للبيئة الخارجية راح تبدي هذه التنمرات وهذه الألفاظ زين، في حالة شنو ممتاز العمل؟ واقعا احنا عندنا مصادر البرمجة انه هو تبرمج. مصادر البرمجة تجي من وين؟ المصدر الاول هو الحديث مع الذات، او النظرة للذات، او توبيخ الذات، جلد الذات. هذه المصطلحات تقدر كل وحدة توظفها بتوظيفها لهذا الموضوع. المصدر الاول هو التحدث مع الذات. هذا الطفل طريقة تعامل اهله وياه، ينظرون له باحترام واهتمام ورعاية، راح يبرمج نفسه على انه أنا، يتحدث مع نفسه، أهلي يحبوني، أهلي مدللين، أهلي كذا. بعد راح تجيك بعد مسألة ثانية. بعدين بعض أطفالنا، بل كثير من أطفالنا، بل كثير من كبارنا الآن، لما أقول له ارجع لي للطفولة وتذكر تعامل أهلك، إيش قد شنو تتردد عبارة أمي تكرهني، أهلي ما يحبوني، أهلي يحبون أخويا وما يحبوني، فهذه شنو الألفاظ اللي كان يقولها؟ كان يقولها مصدر من مصادر التحدث مع الذات، برمجة الذات. فلما يطلع وهو مبرمج نفسه على هذا المصدر الثاني هو الأسرة، الأسرة ساعدته على هذه البرمجة، المصدر الثالث هو المدرسة، المصدر الرابع هو الأصدقاء، المصدر الخامس هو الإعلام. فهنا كوننا شخصية تتأثر بأي كلمة سلبية وتطلع عليها ردة فعل، ومن ثم تحولها إلى انعكاسات للمجتمع. فعليه لابد أنه نشتغل على الطفل صح بهذه المرحلة، مرحلة مهمة هي مرحلة الطفولة. السلام عليكم دكتور. أفهم من كلامك أن بعض البيوت لما ندخلها عدم معرفة أهلها،
نشعر بالارتياح أو نشعر بالاشمئزاز، هل لذلك علاقة بطبيعة المفردات والتعبيرات أو التعبدات لأهل ذلك البيت؟ واقعا سؤال جدا ذكي، وهو انبثق على ما يبدو، انبثق من مثالنا اللي ضربناه على ما يبدو، ما أدري شيء أتوقع بالبداية. زين، اللي الروح إلى أماكن وإحنا متوقعين أو مخلين في حساباتنا أنه نظل بهذا المكان ساعة، نزورهم ساعة، وإذا صرنا إحنا بحاجة إلى زيادة وقت الزيارة وتحويلها من ساعة إلى 4 ساعات، وعدنا رغبة بتكرارها لأنه في المكان وفي الأشخاص طاقة تجذبنا. وأحيانا يحصل العكس، إحنا مبرمجين نفسنا على أنه زيارة لهذا البيت وهذا الوقت اللي مقرري أن تكون زيارتنا ساعتين، ما نقدر نتقبل أكثر من ربع ساعة ونتذرع بأي ذريعة ونتعذر بأي عذر لانشغال مفاجئ، زين، فالظرف طار أنه نغادر هذا المكان. ليش؟ لأنه طاقة الأشخاص وطاقة المكان السلبية هي اللي دعتني لمغادرة المكان. خلي نخلي ببالنا كلماتك يا أم الكريمة، كلماتك يا أبويا، يا أخويا، يا كل واحد بهذا البيت، كلماتك عبالك أنه راحت عبر الأثير، لكن أنه اصطدت بالجدران وساهمت باحتواء هذه السلبية في جدران البيت. حتى لو كانت مزح؟ لا أخو، المزح لا، بالقصد. بالقصد؟ بالقصد. لأنه أنا اليوم، يعني تشتغل هنا، أنا أروح الكلم، أنا اليوم أجي اليوم أقول لك والله هذه نظارتك ما عجبتني، تمام؟ وأنا سوري من التمثيل يعني، لا طبيعي نظارتك ما عجبتني، لأن ما هي صدق محلو، لا حلوة كلش حلوة. زين، أنه وأنت تشوف أنه ابتسامة على وجهه وتشعر بأنه ترى مزحة ما عاد يعني لك شيء، بالعكس وتضحك وتتفاعل وياي، أصلا تقوم تحشش على نفسك. بعدين لا، أنا أقول لك بعبارة ثانية، وأنا أقصد أنه هو تقليل من حرارتك. لا أنا اختلفت، عرفت؟ فهنا المزح ما راح يأثر. واضح، تمام. سلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أبو درة، سؤالي هل التوافقية تعتبر تشجيع للشخص السلبي في كلامه السلبي للهروب من الدخول في جدال عميق؟ التوافقية شنو؟ بس وضح لي، التوافقية بمن؟ يعني أمش شلون نقول، إحنا نقول أنطق على مايك، يعني هو سلبية، بس عيد لي السؤال بعد أمرك. هل التوافقية تعتبر تشجيع للشخص السلبي؟ آه ممتاز، هسه صرت أفهم يعني أنا توافق وياك. ممتاز، في كلامه السلبي معلوم. إيه معلوم، هسه صار واضح السؤال. أولا تحياتنا لحبيبنا أبو درة، الله يحفظه إن شاء الله. فعلا أنه مرات أستخدم، عندي طريقتين، مرات أستخدم التوافقية للمجارات كأسلوب للهروب، أستخدمه للمجارات لأنه هذا الشخص من أصحاب العقول المقفلة اللي لا يمكن التعامل وياه إلا بالتماشي وياه، إلا بالتوافق وياه. فأنا إذا شخصت بأنه هذا الشخص أنه من أصحاب العقول المقفلة اللي ما يقتنع غير برأيه، فإنه أنا أتماشى من أجل مرور الوقت، وإذا عندي طريقة للهروب من عنده أهرب وخلص. ومرة لا، أنه أنا لما أشجعك أحياناً يكون مدير مؤسسة، وبعض كثير من مدراء المؤسسات أنه كلامهم سلبي وما عندنا قدرة للرد، تمام؟ ورغم أنه كلامه السلبي نقول له سيدي أنت أخطائك محاسننا، فهذا سوينا له، هذا نفخناه بالزايد وبالتالي شجعناه لأنه انطيناه. ها بالمناسبة هو مصدق بمسح الأكتاف، هذا بعد إذا طبطب على الأكتاف وما شاكل، أنه شجعناه وصرنا إحنا أداة لتشجيع هذه السلبية للأسف. زين، وهي كارثة. هو هذا، نعم. طيب سلام عليكم دكتور. عليكم بعض السلام. الآباء يقول أني أطلق هذه العبارات السلبية كجزء من التربية الضابطة للأبناء، ما هو رأي الدكتور في ذلك؟ ممتاز، شكرا لصاحب الرسالة. واقعا أنه للأسف ما أقول أنه خطأ، لكن أنه ما لها علاقة بالصحة. نعم، واقعا أنه أنا عندي 1000 طريقة وطريقة لكسب الآخر. الدعوة اللي جاءت لاستخدام الألفاظ السلبية الضابطة. يعني أنا لما أجي أتعامل وياك بكلمات سلبية، بالتحقير، بكلمات قاسية على أقل تقدير. بالمناسبة علماء النفس يقول إذا احتجت للتربية باستخدام ألفاظ لازم تستخدم ألفاظ من قاموس الألفاظ التي هي أقل قبحا،
تمام. حتى الكلمات اللي تريد تعتبرها توبيخ احيانا يحتاج الى توبيخ، يعني تحتاج الى انه كلمات تكون رادعه. حتى هذه الرادعه تستخدم من وين؟ من قاموس اللي هو قاموس يحمل الالفاظ اللي اقل قبحا، وحتى الكلمه القبيحه تهذب. هذا في اي عمر دكتور؟ هنا هو شوف بالبدايه لو ممتاز هنا. انه لانه هذا صراحه يهمني ويهم كل الأساتذة حتى أنا يهمني، لأنه يعني إحنا في كل مرحلة من مراحل حياة الإنسان يحتاج لطريقة تعامل. الطفل ما يفهم أنه أقل قبحاً أكثر قبحاً. أحياناً الطفل يحتاج أن تري يعني تخليه يشوف العين الحمراء بالمصطلح الدارج على أن لا الطيل مثلا. انا بدل ما استخدم يعني عباره خشنه او عباره مخففه اللي سميتها اقل قبحا، لا انا استخدم اسلوب الزعلويه وحرمانه من بعض الاشياء على ان لا يكون طويل الامد. طويل الامد من جهه، وهذا الحرمان يؤدي الى حدوث ضرر مثلا على نفسيته. طريقه ها بالمناسبه ولا تكون انت تقدم استجابه الى لما يعني يبكي مثلا او يكسر او يتمرد حتى يستخدم هذا الاسلوب فيما بعد لكسر قرارك او لتغيير رايك. صحيح. فعليه هذه الكلمات اخففها، وما يمكن انه استخدمها كاسلوب رادع على انه اريد من عندها التربيه. انا والله اضرب اطفالي، انا اهين اطفالي، أوبخ أطفالي تحت عنوان أنا أحبهم. شنو عد أنا أحبهم بالمناسبة؟ وردود أفعال الأطفال، وكل واحد هسه من المشاهدين يتذكر لما كان أبوك يقول لك بابا أنا تدري ليش ضربتك؟ لأن أحبك يا وليدي. من مصلحتك، من مصلحتك أنا ضربتك. أنا بذاك اليوم وبذاك العمر أذكر وأدرك بأنه يعني اكو واحد يحب واحد يضربه ويلاقي هاي تمام. فبالتالي انه ما يصدق لا بذاك الوقت ولا بهذا الوقت، فانه استخدم طريقه ثانيه. واذا انت عصبي وانت تبرمجت على هذه العصبيه لابد ان ترجع للمختص على اقل تقدير. جر نفس عميق وتصرف، استعين بمختص وتصرف، استعين بصاحب خبره وتصرف، راح تمشي الامور صح. طيب ماذا عن الاساتذه المدرسين الطالب خصوصا في هالفتره هذه؟ ما يقرا دكتور يعني شو يسوي له؟ يعني يطبطب على ظهره؟ ما يقرا يعني تعرف شنو ما يقرا؟ واقعا انه مبدا الثواب والعقاب خصوصا فتره الاعداديه، يعني هاي الفتره يعني العمر هذا العمر يعني نعم. فتره واقعا مبدا الاخو هذا بالاعداديه ما تقدر انت تستخدم اسلوب ال يعني اقصد الالفاظ السلبيه ممكن انه طبعا واقعا ما بالمناسبه اذا كان الطفل يستجيب خوفا يستجيب خوفا وتأثر عليه سلبا، الكبير لا يستجيب خوفا وتأثر عليه سلبا، ذاك يستجيب. أي واقعا انت اليوم استخدم اسلوب. وعندي نموذج في واحدة من بنياتنا الله يحفظها مدرسة زين استخدمت اسلوب الشدة، اسلوب يعني ماكولين على اساس انه يعني عندنا انطباع بانه احنا نفرض شخصيتنا على الطلبة، وبالتالي اذا فرضنا شخصيتنا على الطلبة انه راح يحترموننا وراح يمتثلون الاوامرنا. لا اخوها واقعا انه بالمناسبة في شخصية متقدمة صاحبة شهادة عليا تقول أنا لما أفوت في كلية معينة عالية جدا تقول أنا أترك الانطباع الأول، وتحكي أمام الجمهور أنا أترك الانطباع الأول لطلابي بأول لحظة أدخل لهم أدفر الباب. والله واقعا يعني بحا أنا مذهول من الطريقة، لأنه وهي ما حكت لي بشكل شخصي، حكت أمام الملأ، ولهذا أنا أحكي الآن مو لأنه مو فترة الجامعة كان عندنا مدرس مسألة تايسون هو بالضبط. فعليه أنه هذا خلل بشخصيته، واقعا خلل بشخصيته. فنرجع لهذه بنيتنا لما قلت لها بابا الطريقة أنه أنت حاولي تحتويهم واستخدم الأسلوب 1 2 3 انطيهم درجة انتباه خسرانة، انطيهم كلمات حلوة، حسسيهم باهتمامك. هسه دول ال 250 طالبة اللي هي تدرسهم تقول انه يستقبلوني ويودعوني بطريقة مختلفة تماما، هذه واحد.
نظرت الـ يعني أنا كان الـ الانطباع اللي عندي عنهم ما أحبهم وما أرتاح لهم. تقول لا بالعكس، فأنت لما غيرتي أسلوبك أولا هم كلهم حبوك وأنت صار عندك يعني فتشيء لطيف بالتعامل وياهم. نعم. طيب دكتور سلام عليكم. عليكم السلام. ما علاقة الألفاظ السلبية مع ما يعانيه بعض الأشخاص من مشاكل عاطفية على الصعيد الأسري؟ ممتاز. أنه علاقة الألفاظ السلبية، عيد لي السؤال بعد أمرك، ما علاقة الألفاظ السلبية مع ما يعانيه بعض الأشخاص نعم من مشاكل عاطفية على الصعيد الأسري؟ تمام. مو أنا حتى أفهم من يعني السؤال عندنا مشكلة، مو أنا مرات إحنا نفهم أنه المشكلة العاطفية حب وغرام، في حين انه انا لما اشعر امي ما تحبني انا عندي مشكله عاطفيه. انا بالضبط اي سؤال. انا لا بالضبط لما اشعر انه امي ما تحبني، ابوي ما يحبني، انا ما احب نفسي، عندي مشكله عاطفيه، ما قادر استخدم العاطفه، ما قادر استخدم اداره المشاعر، فيبدا يبحث عن عاطفه خارجيه. بالضبط. يبدي هنا يبلش. زين، فهذه الكلمات السلبيه فمثلا فأدت لها لعدم وجود بعد عدم هذه الكلمات السلبية اللي قالوا لي أنت ما بيك حظ، أنت غبي، أنت فاشل، أنت ما تشوف فلان وشوف فلتان. المقارنة بعدين نجيها فذني مجموع الكلمات اعطتني انطباع عن ذاتي، فعلا أنا فاشل وغبي وكذا، وأنا مو عنصر فاعل بالمجتمع، وأنا مو محط اهتمام والاحترام المجتمع، فعليه إذا كلهم ذولا ما يحترموني وما يحبوني وأنا إنسان زائد على الحياة، فعليه أول من يكره نفسه هو أني، ما أحب نفسي أني. كلمات السلبية سوت، أثرت على إدارة المشاعر، وأثرت على إدارة العواطف، أثرت على علاقتي بذاتي، أثرت على علاقتي بالآخر. فعليه لو نريد نشتغل صح أنه إحنا نشغل هذه الكلمات الإيجابية على أقل تقدير، أنه يعني خطوة خطوة، ستيب باي ستيب، خطوة خطوة، حتى نوصل إلى التصالح مع الذات، إدارة مشاعر صح، علاقتي مع الأسرة صح، فيما بعد علاقتي مع المجتمع، علاقتي مع أولادي، علاقتي مع أحفادي فيما بعد، أنه أنا أسست لمبدأ صح من خلال تجاوزي للكلمات السلبية. نعم. طيب أيضا رسالة أخرى من أحد الأخوة المتصلين، هل من الممكن للألفاظ السلبية أن تكون أو أن يكون لها أضرار على المدى البعيد تنعكس على الأبناء والأحفاد؟ ممتاز. واقعا سؤال مهم جدا، تنعكس علي أولا وتنعكس على تعاملاتي بالمجتمع وتؤسس لعلاقتي مع أولادي، لأنه هذه كلماتي كلمات السلبية اللي بقت في الخزين، اللي بقت سلبية بالعقل اللاشعوري، بالعقل اللاواعي. زين، هذه الخزين من المشاعر المكبوتة فيما بعد تنعكس إلى أربع سلوكيات نسمعها. تمام. أولاً أنه أنا أكون شخص انتقامي في المستقبل، أو أكون شخص تعويضي، أو شخص يلجأ إلى إدمان أي أنواع من أنواع الإدمان، وفي مقدمتها الهلوسة والمخدرات، وإلى الحب المشروط. طيب هذين الأربعة دكتور، نعم، ونجيها حتى يعني أكمل لك. أي نجيها. نعم. نجيها واحدة واحدة. نعم. هل من المعقول يعني الآن السيد المشاهد، السيدة المشاهدة، نعم، تقول هل من المعقول مجرد كلمات سلبية أنا رفضتها على ابني أو بنتي أو أي شخص أدت لها النتائج طبعاً الوخيمة الرباعية؟ طبعا، لأنه أنا يحلى يومي لما تقعد تقول لي صباح الخير، أنا تحلى ليلتي نومي هانئ يكون لما تقول لي تصبح على خير. هو شنو اللي خلاني أرتاح؟ هذه الكلمة. صحيح. ما النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى محمد، الكلمة الطيبة صدقة. هو ليش قال صدقة؟ لأن يدري أنه هذه الكلمة تترك أثر في نفوس الآخرين. تمام. وعليه قل وظف الكياها وطاك إلها التشويق وطاك إلها وطاك انطباع على أنك أنت تمارسها بصورة صح من أجل أن تكسب صدقات. صدقات وين؟ راح تعطيك حتى اجتماعي تعامل راح تعطيك دنيوية فضلا عن الآخر. على سبيل المثال لما يقول من لم يشكر المخلوق أو من لم يش... لن يشكر لن يشكر الخالق أو لم يشكر الخالق على ما أظن، نعم، هو شي يريد،
هو يريد ينطيني انطباع شكري للآخر مرتبط بشكري لله سبحانه وتعالى. يريد يعلمني ثقافة الشكر، لأنه يدري بثقافة الشكر أنه تحفيز للتعامل الصح. ينطي يعني ينطي انطباع للآخر صح، أنه لما تقول لي شكرا ولما تقول لي عبارة لطيفة فأنت خليت الممنونية متبادلة بيني وبينك، خليت التحفيز متبادل بيني وبينك، خليت أنه أنا رغبة عندي، شغلة عندي رغبة. المشاهد الآن لما يقول لي دز لي رسالة ويقول لي شكرا دكتور أو سلام عليكم دكتور أو عاش لديكم على هذا البرنامج، واقعا راح يخلي شعلة في داخلي أنه بالحلقة الثانية أستمر أكثر وأكثر، ولو واجهتني تحديات بعدم الاستمرار لا أنا أكون مجبور نفسيا أنه أنا أريد أقدم أكثر، لأنه هذا يقدر. نعود للرباعي، نرجع للرباعي ونرجع لأصل سؤالك. نعم، انه تاثر اثرت علي وراح تكون هو هذا راح تكون الى ابنائي. وانا لما ربيت ذول الاولاد انتجت اولاد تعاملت وياهم بسلبيه، جزء من كل جزء من ذول الاولاد راح يعتبرون نموذج الاب هو النموذج الصح، او يكونون هو النقل بالضبط. نموذج الاب واحد من الاربعه انه الاب عاملني بسلبيه، خلى عندي هذا النقص، خلى عندي نقص العاطفة والاهتمام، طلعت أني ابن لهذا الأب، أنقل تعاملات أبوي تماما لأولادي، أنقل تعاملات أبوي تماما لأولادي على الشخص الانتقامي. وهذه بذرة الطاقة السلبية، هو هذا الشخص الانتقامي. أما الشخص التعويضي يسوي كات، يقطع العلاقة بين أبوه، بين سلوكيات أبوه وياه وسلوكياته ويا أولاده، يكون شخص تعويضي. شنو الكلمات اللي كان يتمناها من أبوه؟ لازم هو يقولها. هو شنو الكلمات اللي كان يتمناها من أبوه وما كان يسمعها؟ راح يسمعها لأولاده. شنو الحاجات اللي كانت غير مشبعة وهي متعلقة بالأب راح يشبعها لأولاده. عرفت؟ فوين تحول؟ تحول للأولاد. وسؤالك هو جدا ذكي، لأنه بانطباع، انطباع يعني أنا من أؤسس. هذه الكلمة ومقدمنا هذه الكلمة تؤسس قد أنه أنا، وبالمناسبة الكلمة السلبية تظل في نفس الآخر قد أحيانا توصل 50 سنة. صح، أنا راح أقول لك أنا ذكرها في شخص من الأشخاص قالوا له فلان مات. قال الله يرحمه حضر الموقف اللي سواه وياه قبل 35 سنة. قال الله يرحمه أذكر هيك سواه وياي موقف سيء. صح. فشوف الإنسان إذا قدم عطاء للآخر العطاء ينسى، المواقف الإيجابية تنسى. بس ليش؟ لأنه هذا الموقف السلبي حافر بقلب المقابل، فعليه ياما آخرين من الناس أنه قلنا لهم ألفاظ وإحنا ما ندري أنه هذه الألفاظ بها أثر، وفيما بعد أنه هذه الألفاظ تبقى في ذاكرتهم قد 10 سنوات قد 20 سنة، إذا يلاقيني ممكن يوبخني أو ممكن يقلل احترامه وياي لأنه في نفسه أثر من عندي، وأنه ما كان في وقته أن يرد علي، الآن تمكن أن يرد علي، كان ما يقدر يواجهني الآن تمكن يواجهني، كان احترامي مفروض عليه، انزالت القوة، انزالت الطاقة، اللي انزال الخوف اللي عندي. أنا كنت مثلا أتعامل ويا أستاذ وأستاذ كان قاسي ويوبخ ويهين ويذل، على أقل تقدير إذا وتمكنت فيما بعد، على أقل تقدير إذا ما أريد أرد وما أريد أوبخ وما أريد أخذ حقي، على أقل تقدير إنه هذا الأستاذ يكون مو محط احترام إلي لأن هذا شبعني سلبية. ولو تسألني شخصيا، تسألني على المستوى الشخصي، حتى نموذجين من الأساتذة أكو هذا وباقين في أذهان من عمر 6 سنوات. تمام، بل تفضل. طيب أرجع للرباعية، لأن نعم. الرباعية مهمة. نعم، خذنا أصلا واحدة بقينا 3، خذنا 2 أنه شخص تعويضي وشخص انتقامي. هذه يعني مو كانت واحدة، 2 هو تعويضي واحد. طيب. والانتقامي واحد. ثلاثة. الثالث اللي هو يلجأ إلى تعويض هذا الاهتمام، هو يريد راحة، هو يريد اهتمام، يريد عبارات، يريد يحصل على هذه الطاقة الإيجابية، فيوهم نفسه
أو يوهموه من حوله على أنه أنت لما تلجأ إلى البحث عن الراحة، ممكن الراحة تلقاها بالتدخين، ممكن الراحة تلقاها بالمخدرات، ممكن تلقاها بإدمان أنترنت، إدمان مواقع، إدمان أشياء، فعليه أنت هذا الوهم اللي يقودك على تعويض ما فاتك من العواطف والمشاعر اللي أنت كنت بحاجتها. هاي الثانية. الثالثة هاي الثالثة. الرابعة لا، الحب المشروط. الحب المشروط شنو؟ أنا أحبك إلا إذا بشرط. بالضبط. بشرط إنك شنو؟ بشرط إنك تكون الإنسان المثالي اللي أريد من عندك. وش أريد من عندك؟ أريد من عندك أن تكون واصل إلى مرحلة الكمال. لما أني ما حصل على هذا الكمال عندك، ناسي إنه أنا وأنت ما نوصل للكمال، فأبحث عن شخص ثاني وثالث ورابع وعاشر، وبالتالي ما تشبع عندي هذه الحاجة، لأنه لابد أن ألجأ لمختص يخلصني من هذه الحالة. أيضا دكتور سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بنتي تقعد صباحا قبل الثمانية داوم بالروضة. وروضة أهلية. أترك الرسالة، أخذ الاتصال وبعدين أعود للرسالة. من واسط ما أريد نخسرهم. سلام عليكم أم نور. أهلا أم نور، ارفعوا صوتكم شوي ولو سل زحمة عليكم. ربي يحفظكم، شهر رمضان كريم عليكم. الله يبارك فيكم، نسمعكم، تفضلوا. بس عيد اريد يعني اطرح على التنقل بالصغر شنو عواقبه بعدي. ممتاز. ماشي، ممكن ممتاز. يعني من قبل الاب او يعني الام ولا بشكل عام؟ يقينا هو بالطفوله. طيب شكرا، شكرا جزيلا، يعني صورت انه برا. نعم. ممتاز. ماشي ان شاء الله. شكرا جزيلا يا ام نور. شكرا لك يا اختنا ام نور. شكرا لام نور والاهل واسط، ان شاء الله رمضان كريم عليهم. واقعا هي الكلمات السلبيه هو نوع من انواع التنمر. لانه مره يكون التنمر لفظي، ومره يكون التنمر جسدي. انه انا اضرب هذا الطفل، ومره اوبخ الطفل واهين الطفل واسمع هذه الكلمات السلبيه. فهو اسلوب من اساليب التنمر. تأثير هذا التنمر إذا كانت متابعتنا الأخت فيما بعد، فيما بعد راح يتحول هذا الشخص، أنا صنعت شخصية تحاول بالقدر الممكن أن تنتقم من هذا المجتمع. أنا راح أحط بذرة بهذا المجتمع، بذرة للأسف صعوبة التعامل وياها. راح يكون هذا منتقم من ذاته أولا، من الآخرين ثانيا، ساقط على نفسه وساقط على المجتمع. فعليه أحيانا التنمر يجي من عدة حالات. أحيانا عدم إدراك بأن هذا الأسلوب اللي جاي يتبعه الأب أو الأم هو أسلوب تنمري جاي يستخدم هو في حساباته أنه ما مسوي شيء. أولاده وكحين لازم نضربهم. أولاده هم طلعوا واحد قصير، واحد خشته كبيرة، واحد مدري شبيه وشي، ولازم يخليهم مهزلة ويضحك عليهم وينطي انطباع الأخو وينطي انطباع للجيران على أنه يوصفون ابنه بهذه الألفاظ. هو يعتبر أنه في عداد نفسه، ويعتبرها هو اكتشاف، كأنه يشوف نفسه أنه هو البروفيسور، وشاف نفسه أنه هذا ابنه غبي. وقام يسمع ابنه على أنه هو غبي وفاشل وما بحظ. عليه من طالع عليك. واقعا عليك. زين، عذرا احنا عندنا شخصيه مجهوله مو على شخص. تمام. فعليه انه هذا اولا عدم ادراكه بانه هذا السلوك اللي مارسه تنمري. واحد. اثنين، قد هو نفس الشخص مو معذور، ولكن لو تعاملنا وياه نلقاه معذور لانه ما يدرك، مو لانه هو ما يريد يدرك. ما يدرك لانه هو مصاب، انه واحده من شخصياته شخصيه نرجسيه. هذا يجب ان يعالج الاب. ولهذا لابد كل اثنين يتزوجون مثل ما يروحون للمستشفى. لابد هسه راح اقول لابد مثل ما يروحون للمستشفى حتى يسوون تطابق دم، لابد ان يقعدون جلسه ترشيد اسري.
ترشيد أسري موجودة بالضبط، أكو مراكز وموجودة حتى بالنجف عندنا مراكز أنه ترشيد المقبلين على الزواج. يعني ممكن من هذه الجلسة ممكن أنه يشق طريقته يستمر أو ما يستمر، عشان ما يكون طلاق باشر. يا ريت ما يستمر لأنه إذا استمر كارثة. بالضبط، لأنه أنا بالنسبة إلي اللي يوقفني الآن على استمر، بعض الزيجات تتوقف على مهر قد على 500,000 يختلفون تمام، او يختلفون على انه تقعد بيت وحده وما تقعد قد بيت. قد يكون مثلا ابناء موجودين هسه ممكن فعليه انه لاود من جلسه تسبق الزواج، تسبق الزواج، لانه انا افتهم بانك بالمناسبه اكو اختلافات ما تسمح للزواج ان يستمر. انت تحبين العتمه وانا احب النور، انت تحبين المالح وانا احب الحلو، انت تحبين الفيلم الفلاني وانا احب المسلسل الفلاني، وتصير مشاكل وتتطور. صح. على أقل تقدير إذا ما تنتج طلاق فتنتج أولاد مشبعين بالطاقة السلبية. فعليه هذا صاحبة السؤال أختنا منور لابد أنه تشوف هذا الشخص اللي يتنمر مع الطفل منه، هي أم، هي أحياناً هي تتنمر عليه، أحياناً عمته تتنمر عليه، مو بالضرورة أن يكون أبوه، احيانا عمته، احيانا بيبيته، احيانا اخوانه الاكبر يتنمرون عليه. فانا اشوف لابد من دراسه الشخصيه المتنمره اللي تمارس حق التنمر بحق الطفل، لانه عالج لي السبب يختفي العرض. صحيح. نعم. احسنت دكتور. نعود. السلام عليكم دكتور، بنتي تقعد الصبح ام الروضه قبل الثمانيه. نعم. ودوامها بروضه اهليه، بروضه اهليه، ترجع بالواحده ونص تقريبا. نعم. الثمانيه الواحده ونص، وبالليل بصعوبة تنام من العشرة تقريبا. تمام. تبقى ايش قد ما اقنع بها ما تحب النوم، شلون اتصرف وياها؟ رحم الله والديكم على هذا البرنامج، شكرا جزيلا. الله يحفظها ان شاء الله ويحفظ بنيتها. اولا مو لازم علي انه اجبر الطفلة على انه تنام، بس اللي واجب علي انه ابرمج الطفلة. شلون أبرمج الطفلة؟ انا شفت مجموع اطفال واقعا بكرة جمعة ما ينامون، مو هو لانه يومين تعود. لا بكره جمعه انه مبرمج نفسه يسهر، بكره دوام. اي صح، بكره دوام. هو بلشت 8 وهو بلش ينعس حتى لو تتوسل له. ليش؟ لان الاسره برمجت على انه من مصلحتك تنام حبيبي كذا. مثل هيك حاله انه هي ما تريد تنام، او هي ما تحب النوم، او هي ما عندها رغبه بالنوم. احنا لما نريد نعد من العشرة لـ8 هي ما اخذ حقها الكافي بالنوم. الإنسان يحتاج إلى 8 ساعات، الحد الطبيعي 8 ساعات بمعدل 24 ساعة. نعم. هي قد تنام لها ساعة الظهر أو قد ما تنام، هنا ذني. إلى نحسبها من العشرة للستة هم خير من الله. تمام. نايمة بالوقت الكافي. إذا أنا عندي رغبة أنه أنا أومها من وقت، أستخدم وياها الأسلوب التالي. أولا ماكو شيء اسمه أحولها من 11 تنام بالـ7، ماكو شيء. يسحول لها التدريج، وأشغل لها دائرة التأطير، أعطيها خيارين هن المصلحتي. بس مصلحتي، مصلحتي أني. خب يعني وبالمناسبة أكون بيتها ما تسمع. تمام. أنه أنا إيش أريد؟ أنا أريد هي الآن تنام بوين؟ تنام بـ12. فأنا أقول حبيبتي أنت وراج دوام وواجب عليك أن تنامين من وقت، وبالمناسبة أنا منطيتك حريتك التامة، انتبه الدقة. أنا منطيتك حريتك التامة، فأنت اختاري بكيفك، تردين تنامين بالـ10، تردين تنامين بالـ11، بكيفك. أنت لازم باكر الصبح تقعدين الصبح. لا أريد، لا عوف الصبح. أنا أريدك تنامين. تمام. أنت انتبهتي بس ساعة تنام تنام بالـ12. فأنا إيش قلت لها؟ بالعشرة. قلت لها انت مخيره براحتك، القرار قرارك، تردين بالـ11، تردين بالـ10، تردين بالـ11، براحتك ماما. ما قلت لها بـ12، ما جبت سيره الـ12. فانا خليتك ضمن نظريه التأطير بانه اما العشرة اما الـ11 واثنين هن الصالحي، انا طفرت ساعه. الثاني يوم مو ثاني يوم، ياخذنا فد اسبوع زمان زين، انه شفنا لا بالـ11 والله مو زين، يعني انه انت كيفك 9 او بالـ10. طيرنا بعده، طيرنا وهكذا. يبدي تدريجي على انه هو الطفل يمتثل زين، ولما تتعاملون وياه بهيك لين وبهيك سلاسه وهيك عطاء. طفل بالمناسبه مو طفل، كبير. في واحد من الـ من الـ من الطلبه الله يحفظه قلت له يعني بيجي باسلوب عباره هيك لطيفه، قالت صدق تحكي الطفل يعني الشاب يعني. قال عمي ما سامع هذه الحكايه.
فبعض الشباب اللي هو قاطع شوط طويل بحياته هو ما سامع كلمة طيبة من أهله أو ما سامع كلمة طيبة من هذا المجتمع، فبالتالي يتفاجأ ياخذ لك تحية ويمتثل لك، لو تريد من عنده يقعد ياخذ لك تحية من الصبح لليل ما يقول ممكن. لا ليش؟ لأنه حصل على الاحترام والاهتمام. نعم. السلام عليكم دكتور. إذا مو صحيح نستعمل العقاب والتهديد مع الأطفال، إذا بنتي تضرب أخواتها نعم أو تصرف وتصرف يعني تصرف غلط نعم تتصرف غلط نعم شنو الأسلوب الصحيح اللي ممكن يردعها أو ما تكرر التصرف؟ تمام. واحدة من الأساليب اللي هي ضارة جدا وما بيها نفع وتنطي انطباع سيء، مو تنطي انطباع على أنه هذا الأب كلامه مو صحيح وكلامه مو دقيق وهذه الأم مجرد كلامه وحكي فارغة. لما نستخدم أسلوب التهديد، أقطعك، أشل عيونك، ما أدري إيش أسوي لك، هيجي هيجي هيجي، ولا شفنا يوم واحد إنه شلعوا عيونه ولا سووا له من هذه الأساليب، فانطينا انطباع أو انطينا انطباع واستخدمنا أسلوب سيء آخر بالتهديد إنه خلي يجي أبوك أسولف له، انطيت انطباع على إنه الأب هو منتقم، وانطيت انطباع على إنه الأم واشية للأب، فعليه هذا الأسلوب للأسف مو صحيح، وأتمنى من كل عوائلنا ما تستخدمه. أسلوب اللين بالطرح. نعم. أسلوب الهدوء بالطرح، أنه أنا أشوف أنه منشأ هذا السلوك من وين، هي تضرب أخوانها، منشأ هذا السلوك من وين، قد أنا السبب اللي خليتها أنه هي تضرب أخوانها، قد أنه هم أخوانها تنمروا عليها والآن تمكنت من عندهم. فهذه صاحبة الرسالة أنه لابد أن تراجع سلوكيات الطفل، سلوكياتها هي ويا الأطفال، مستخدمة أسلوب التفرقة بين الأولاد، ذول الأولاد متساوين بتوزيع العاطفة والاهتمام ولا لا، اللي يجوز ربما أنه ما موزعين العاطفة بصورة صح، مما دعا هذه الطفلة أن تضرب الأطفال أو تكون معاندة أو تكون متنمرة، أو لا هي تركيبة شخصيتها غير شخصية الآخرين، هي عندها مشكلة في تركيبة الشخصية، فلا بد كون نجاوب على ذن يكون نفهمين، يلا يلا نقدر نعطي العلاج الصح لهذه الحالة. طيب نعم. دكتور سلام عليكم، شهر رمضان كريم عليكم، تحية خاصة للدكتور علي، شكرا لك على هذا البرنامج الرائع، وحبيت أشارككم مداخلة. نعم. وأريد أسمع رأيك دكتور. إحنا النساء بشهر رمضان نتعب هواي ونبذل جهد بالمطبخ. والله صح. بس للأسف ما حد شايفة يعني للشغل. بعد تعب لمدة 5 أو 6 ساعات بالمطبخ وحين يصير وقت الإفطار يجي الزوج. هذا منصخ، هذا مالح، هذا ما عاجبه، نسمع وما نسمع كلمات عاشت إيدك. وشكرا لك، واليوم الافطار حلو، ما نسمع هذه الكلمات. تمام. شكرا لها. نعم. لصاحبه الرساله، هي بنيه يقينا الضبط. لانه هي أكيد. طبعا انا هسه يعني عفت الموضوع الاجابه وظليت افكر بالطبخه اللي تصرفها بست ساعات، تصرف عليها 6 ساعات، اذا ايش قد تعبانه هذه، وايش قد مهتمه بهذا الزوج، وشنو نوع الاكلات اللي تقدم لها هاي ماسك. بالضبط. وشنو نوع الاكلات اللي تقدم لها بعد ما هو كان نايم؟ طبعا بالضبط هو نايم. طبعا زين، فانه واقعا لما هي أكيد صادقة بهذا الطرح، إنه هي لأنه ما تعرفني ولا أعرفها حتى إنه طرحت بهذا الأسلوب، فقالت 6 ساعات، ولو قالت 2 ساعة، ولو قالت 1 ساعة هي تكفي، ولو صرفت 1/4 ساعة بإعداد طعام، هي صايمة وأنا نايم، هي بالمطبخ وأنا بالغرفة النوم. زين، واشتغلت على هذا الموضوع، عفوا الموضوع صح. بالنهاية أنا إذا قلت لك صباح الخير يحتاج أن ترد علي بنفس الأسلوب، بنفس البشاشة الوجه، وترد علي صباح الخير. كيف إذا أنا أعطيتك من وقتي 1 ساعة أو 2 أو 3 ساعات من أجل 5 أو 6 ساعات بالمناسبة، وما انتهت الموضوع بالإفطار وبس، بعد الإفطار انه غسل صحون وما ادري ايش وترتيب البيت وهيك وكذا، ووراها سحور، وبعد الصبح انت بقيت نايم وانا قعدت انظف وقعدت اغسل صحون وما اعرف ايش وانظف. زين، فعليه وقعا شغل متعب، تحيه حب واحترام لهذه الانسانه. والله.
وتحية حب واحترام، تحية حب واحترام لأمي وأختي ولكل نسائنا اللي جاي بذلا جهد. أنا في كل رمضان مرات أنت تريد تعبر عن امتنانك واهتمامك لما تقدم أمك وأختك وزوجتك بالبيت، على أقل تقدير تقول لها على المستوى الشخصي، أو تحط لك عبارة، تحط أحيانا عبارة بالفيسبوك، أحيانا كذا تنزل لك ستوري تبين مدى اهتمامك واحترامك لما تقدمه هي بهاي الساعات، وخصوصا أيام الحر لما كان يجينا رمضان بالصيف. حتى هسه يعني بعض النساء دكتور مرضعات يعني واقعا حاليا يعني الله يساعدهم، الله يساعدهم يعني. اللي رسالتنا لهذا الزوج ولكل أهلنا وأخواننا أن نقدر هذه العبارة، لأنك أنت لا تخلي عينك تشوف النقطة السوداء في اللوحة البيضاء، خليك انك تقدر. وهذه اللي انطتك من وقتها 6 ساعات في لو حصلت على شكرا وعاشت ايدك واكلش طيب وفدوه ام فلان وفدوه يا بعد قلبي، راح تعطيك بعد 12 ساعه وهي الممنونه. هي بالضبط صحيح. لانه الاغلب هي هذا للاسف هي معاناه الاغلب، وان شاء الله يا رب الله يهديهم بشهر رمضان يا الله. دكتور واقعا بعد لي 3 رسائل ودقيقتين فقط، خلاص ناخذن على السريع. نعم. الرساله السلام عليكم، عفوا دكتور، اني من ينامون اطفالي الاثنين اقبلهم واقول لهم تصبحون على خير كل واحد منهم، ولكن زوجي اذا كان حاضر ينومهم وهو ما يخليني أبقى يمهم، وإذا قلت لهم تصبحون على خير يقول لي بطلي هذه السوالف. بالضبط. هل أنا مخطئ أم زوجي مريض نفسيا؟ لا، المشكلة على زوجها. وإن شاء الله يا ربي قادرة، بما أنه هي تحمل هذا الأسلوب المهذب والمؤدب، قادرة أن تأثر بزوجها ولو بعد حين. بالمناسبة أذكر إيش حالة مشابهة لهذا وكثير من الأزواج، أنه تقول له يا عمي من تعطيني من أنطيك شيء قل لي شكرا، يقول لها شنو هاي، شنو شكرا، أنت وين تجايتني جاية، شنو هذا الأسلوب اللي تردين تعلميني، أنا ثقافتي ما تسمح لي أقول شكرا للمرأة. فعليه أتمنى أنه أحييها تحية احترام وتقدير، وإن شاء الله يا ربي تبقى على هذا الأسلوب، وإن شاء الله يا ربي أنه تعدل زوجها يعني المرة. تقدر على أقل تقدير تأثر به، وما أثر وإذا ما قدرت تأثر به على أقل ما تقطع هذا التصرف وبحضور زوجها. حلو حلو. نعم. أحسن دكتور، أنا نشأت نشأة سلبية لأن قصيرة القامة وعندي مرض. نعم. بحيث بالمدرسة يتنمرون علي، والآن عمري بأقل من دقيقة عمري 42 سنة، أخاف من المجتمع ومن كل شيء، وغير من الزوجة، وأعمل في محل تجاري، ولما أنزعج من أبسط الأمور أغلق المحل وأجلس به، حاولت كثير التغيير وفشلت. تمام، بدقيقة ما نقدر نجاوبها، بس نوعدها أنا وياك، نوعدها أختنا الكريمة على الحلقة المقبلة. زين، وعد من عندي يا أختي الكريمة، لأنه موضوع التنمر على أصحاب الاحتياجات الخاصة، زين، أو ذولا قصير القامة أو يعني كثير الوزن أو 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 اللي عندهم عاهات، أنه لابد أن نتوقف عندهم، وإحنا في رمضان لابد أن ندقق على هذا الموضوع. وإحنا نقول فعلا إحنا صايمين نعدل بسلوكياتنا مع الآخرين. أيضا سلام عليكم سلوكي الدكتور، الوقت داهمنا، هذا يريد يطلع ويا أصدقائه وما يخلي والده إن شاء الله. أيضا بالحلقة، أيضا بالحلقة القادمة دكتور علي الزلفي علاج نفسية، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير. شكرا لك يا حبيبي، وشكرا أيضا موصول لحبايبنا اللي تواصلوا ويانا عبر الهاتف أو عبر الرسائل، شكرا لكم، الله يبارك بكم. إذن سادتي المشاهدين الكرام، انتظرونا في الأسبوع المقبل نفس هذا الوقت، حتى ذلك الوقت نقول لكم شهر رمضان كريم، أعمال طيبة إن شاء الله، لا تنسونا من الدعاء والفقراء من العطاء. في الأخير تحياتي، في أمان الله. شكرا دكتور، حياك الله يا حبيبي.